مملكة أرينا، وش هالكلاسيكو المولع؟ اتحاد هلال معناته ايش؟ ضرب طق يمين يسار روح خلاص. وفعلا هالكلاسيكو اللي بين الهلال والاتحاد اثبت انه يستحق مسمى الكلاسيكو الاول بالمملكة تاريخيا ورياضيا وجماهيريا. بداية الشوط الاول ولحد الدقيقة 20 يمكن الاتحاد كان مسيطر كان على الملعب، كان شوط كامل اول الاتحاد قال خلاص الحين الاتحادية جتهم الثقة، انا الحين بفوز، انا الحين النحلة النحلة كانتي مش حتقدر تسجل هدف كانتي. هذا دائما العجوبه العجوبه، اهداف السنه دي خرافيه اصلا. جماهير الاتحاد وعده انديه ثانيه كانوا مستنسين ومبسوطين انه ممكن العميد يحيي شوي المنافسه بالدوري، ما هي الا دقائق بسيطه كمان. الزعيم حب ما شاء الله يقضي على اي امل موجود، سجل هدف التعادل ووقف. لا طبعا هدف ثاني يفاز وخلاص، لا معقول لازم يكملها بهدف ثالث وهدف مارادوني، هدف ميساوي، ومين يسجل؟ سعود عبد الحميد. هذا مدافع؟ ما اعتقد صراحة مستحيل مدافع. هذا رقم واحد في السعودية بالنسبة لي صراحة. لا اللاعب نفسه سعود عبد الحميد بالنسبة لي رقم واحد، هذا فنان شيء مش طبيعي. انا مصراوي.